يمكن واحد يعيش مع ذاته 80 عام ولا يعلم من هو؟ أخطر أنواع الجهل جهل الإنسان بذاته، ما يعرف من هو. في المواقف، في المباغتات تظهر حقيقة الإنسان. إحنا هل نعلم أننا نملك صفة الشجاعة أو لا نملك؟ لا نعلم. ولكن إذا تعرضنا لموقف نكتشف هذه الصفة. درجة إيماننا، درجة تقوانا كم؟ لا نعلم. في موقف تظهر الدرجات، تأتي قضية كربلاء، واحد يطلع حرملة ابن كاهل الأسدي، وواحد يطلع حبيب ابن مظاهر الأسدي.